مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج تنس بورت. معانا اخبار كتير النهارده يا رب تعجبكم، خليكم معانا. ماتش مهم جدا هيلعبه النادي الاهلي قدام هورية الغيني. طبعا الماتش الاولاني خلص 0-0. كاميرا تنس بورت نزلت الشارع سالت الناس ايه تقييمهم عموما للنادي الاهلي وايه توقعاتهم للمباراه. تعالوا نشوف قالوا ايه. ان شاء الله الاهلي 3-0 باذن الله، 2-1 1-0 بتاع يعني بكتير، وما اعتقدش ان هيبقى فيه سهوله كده في الاداء يعني، واللي احنا بنلعب بطوله افريقيا كلهم ما شاء الله يعني. ان شاء الله الاهلي 2-0 الاهلي 3-1 متوقع ان شاء الله ان الاهلي يكسب 2-0 كده باذن الله يعني. ان شاء الله 3-0 ممكن 3-0 3-1 يعني في حدود يعني هنكسب يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ممكن نكسب 2-0 اكيد يعني، انا متاكد من كده. 2-0 5-0 كمان ممكن يوصل. ان شاء الله الاهلي 3-1 ان شاء الله. والله كويس، هو الاهلي طول عمره نادي مستقر وهادئ وبينقي ويشتري ويبيع ويتاجر. اداء الاهلي مش مع المدرب الجديد ده مش عاجبني يعني، حاسس ان الاهلي برده مش هو الاهلي المرعب بتاع زمان، مش هو الاهلي خالص يعني. طبعا الاهلي حلو طبعا، بس يعني في اللي هو الاجهاد للعيبه، بس كويس الاهلي كويس. اداء الاهلي بشكل عام هو في الوقت الحالي يعني شايف ان هو اللعيبه مش واخده على بعضها قوي، او المدير الفني كارترون مش قادر ان هو يتواكب قوي مع التشكيله الجديده، بس بحس ان في شويه لمسات كده بسيطه يعني، بس ان شاء الله خير يعني باذن الله. هو الاداء كويس، ممكن يكون المدرب ما حطش ايده على كل مفاتيح اللعب، لسه في مشاكل، المدير الفني جديد ما عندوش كل اللعيبه مش جاهزه، اصابات كتير في الفرقه، حتى في لعيبه مشيت قبل السيزون لعيبه مهمه، التجديد لسه في مشاكل زي مشاكل مع علي معلول مع مؤمن زكريا ماشي، بس توتال يعني المدير الفني كويس يعني، باتريس كارترون مدير فني كبير عامه. لا الاداء كويس، كارترون كويس جدا، احنا الراجل جاي حابب النادي فهيعمل بالنادي حاجات كتير يعني، فان شاء الله باذن الله كويس، هو الاداء كويس. هو حاليا دلوقتي يعني كويس، بس هو الاول خالص كان يعني كان موجوده حلو عن دلوقتي. والله الاهلي يعني اداؤه مش حلو من دول، بس الاهلي حديد يعني هيكسب. الاسبوع ده رجع بطولة دوري ابطال اوروبا تاني، كان اهم ماتش من الماتشات ديت طبعا نجمنا العالمي محمد صلاح مع ليفربول قدام باريس سان جيرمان، طبعا كسبوا 3-2 في اخر الماتش. تعالوا نشوف التفاصيل. متعة وإثارة كرة القدم عادت من جديد، وذلك مع انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت عددا من النتائج المثيرة، ولعل من أبرزها السقوط المفاجئ لمانشستر سيتي على أرضه أمام ليون الفرنسي بهدف لهدفين، ليتلقى سيتيزنز الهزيمة الرابعة تواليا في البطولة لأول مرة في تاريخ الأندية الإنجليزية. مباراة أخرى لم تغب عنها الإثارة أيضا، فبينما ترقب الجميع الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال، حرم حكم اللقاء عاشق النجم البرتغالي من ذلك بعد إقصائه في أول المباراة ببطاقة حمراء هي الأولى له في البطولة. ولكن خبرة لاعب السيدة العجوز حسمت اللقاء الصعب أمام فالنسيا الإسباني بفوز مثير على ملعب المستايا في إسبانيا. أما النجم المصري محمد صلاح فقدم فريقه ليفربول مباراة كبيرة أمام العملاق باريس سان جيرمان، حيث اقتنص البرازيلي فيرمينيو الفوز من الباريسيين في الثواني الأخيرة من اللقاء بهدف ثالث لفريقه بعد التعادل بهدفين لمثليهما في مباراة الأنفيلد رود. ومن المباريات المثيرة أيضا تلك التي جمعت توتنهام الإنجليزي بإنتر ميلان الإيطالي على ملعب الأخيرة، حيث خطف النيراتزوري فوزا قاتلا ومهما في الدقائق الأخيرة في مجموعة يراها الجميع الأصعب في البطولة. تلك المجموعة تضم أيضا العملاق الكتالوني برشلونة الذي لم يجد صعوبة في تجاوز ضيفه أيندهوفن الهولندي برباعية بيضاء. أما حامل اللقب لثلاثة مواسم متتالية ريال مدريد فلم يبدو عليه التأثر بغياب رونالدو أو زيدان بعد أن قدم عرضا كبيرا أمام روما انتهى بثلاثية رائعة في شباك ذئاب العاصمة الإيطالية.
دخل النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بالجون رقم 500 في مسيرته الكرويه. التقرير الجاي هعرفنا اكتر. إذا كان الكلام عن دولة السويد فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو أسطورة كرة القدم إبراهيموفيتش، ذلك النجم الذي دون اسمه بأحرف من نور في صفحات تاريخ الساحرة المستديرة. بدأ إبرا مسيرته الكروية في سن 10 عند انضمامه لنادي مالمو السويدية قبل أن يسجل معه 18 هدفا وهو في سن 18 فقط. بعدها انتقل إلى العملاق الهولندي أياكس أمستردام حيث بزغ نجمه ولفت إليه أنظار كبار أوروبا بعد أن حقق مع الفريق لقب الدوري الهولندي مرتين والسوبر الهولندي مرتين في الفترة ما بين 2001 إلى 2004. نادي السيدة العجوز يوفنتوس الإيطالية أنهى سباق في التعاقد مع العملاق السويدي عام 2004 ليسجل مع اليوفي 26 هدفا في موسمين، سجل تهديفي جعل إبرا مطمعا لجميع الفرق الإيطالية حتى تمكن إنتر ميلان من التعاقد معه مستغلا العقوبة التي فرضت على يوفنتوس بالهبوط من الكالتشو. مع الإنتر حقق السلطان أفضل نتائجه محرزا 66 هدفا في 3 مواسم. بعدها أتت محطة جديدة في حياة إبراهيموفيتش عندما انتقل إلى العملاق الكتالوني برشلونة في يوليو عام 2009. في حديقة الكام نو تمكن إبراهيموفيتش من تحقيق أولى بطولاته القارية وفاز مع الفريق بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. التفاهم لم يكن كبيرا بين إبرا والمدرب بيب غوارديولا الذي كان سببا في رحيل النجم السويدي من إسبانيا، والوجهة المفضلة دائما كانت إيطاليا، وهذه المرة مع عملاق إيطالي جديد اسمه ميلان. هناك 56 هدفا كانت كفيلة بمساعدة الروسونيري في تحقيق آخر ألقاب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011. الموهبة التهديفية للأسطورة السويدية انفجرت في الملاعب الفرنسية بعد حمله قميص باريس سان جيرمان حيث انتقل إليه قادما من ميلان، حيث استطاع زلاتان تسجيل 156 هدفا في 4 مواسم. شغفه للبحث عن تحديات جديدة دفعه لخوض تجربة في الدوري الأقوى في العالم، والكلام هنا عن الدوري الإنجليزي الذي لعب فيه إبرا حاملا ألوان الشياطين الحمر مانشستر يونايتد بعد أن انتقل إليه في صيف 2016، ولكنها لم تكن أفضل فتراته، ولكن كعادته استطاع أن يحرز عددا لا بأس به من الأهداف بلغ 29 هدفا. وعلى خلاف التوقعات أعلن مانشستر يونايتد في مارس من العام الحالي توصله لاتفاق مع السلطان بفسخ التعاقد، وبعدها بيوم فقط أعلن انضمامه لفريق لوس أنجلوس جالاكسي. ليعتقد الكثيرون أن إبرا لن يعود كما كان، ولكن أول مشاركة له مع الفريق كانت خير رد بتسجيل هدفين بعد مشاركته بديلا. وفي 15 من سبتمبر سجل إبرا هدفه 500 في مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية أو المنتخب، واختار الأسطورة السويدية أن يكون هذا الهدف مميزا ليلائم حجم المناسبة بطريقة لا يتقنها إلا السلطان إبراهيموفيتش. العاصمة النيجيرية لاغوس شهدت حدثا رياضيا هو الأول من نوعه، حيث أقيمت أول بطولة إفريقية لكرة القدم في الفريستايل. البطولة التي استمرت لمدة 3 أيام ضمت لاعبي الفريستايل من 20 دولة إفريقية لإظهار مواهبهم من أجل نيل أول لقب إفريقي للفريستايل في التاريخ. كرة الفريستايل هي رياضة تتمحور حول المهارة والتعبير، حيث يؤدي اللاعب حركات ومهارات مختلفة بالكرة حتى يستطيع أن يفوز بالمسابقة. المهارة الكبيرة لدى اللاعبين الأفارقة دفعت الشركة المنظمة للبطولة لمساعدة عدد كبير منهم بعد أن لاحظت أنهم بإمكانهم أن يصبحوا أبطالاً عالميين في عالم الفريستايل. هذه البطولة تأتي لخلق بيئة جديدة لأولئك اللاعبين الموهوبين أجل الحصول على حياة مستقرة.
لذا فإن ما نريده هو تطويرهم حتى يصبحون نجوما، حيث تستطيع الشركات توظيفهم في أي نوع من الحملات الترويجية. الإفواري عبد القادر كوني فاز بجائزة البطولة بعد تقديمه أداء رائعا نال استحسان الجميع، ليتحصل بفوزه على $3,000 إضافة إلى سيارة دفع رباعي بجانب رحلة مدفوعة المصاريف بالكامل إلى المملكة المتحدة ليقوم بتأدية بعض من حركاته في فترة ما بين الشوطين في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي. إنجاز كبير حققه منتخب مصر للسيدات في رياضة الإسكواش، طبعا فازوا ببطولة العالم في الصين. تعالوا نشوف التفاصيل. للمرة الرابعة في تاريخه توج منتخب مصر لسيدات الاسكواش بلقب بطولة العالم للفرق التي أقيمت بالصين على حساب نظيره الإنجليزي، الأمر الذي استدعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ليكون في استقبال بعثة المنتخب المتوجة باللقب لدى وصولهم مطار القاهرة. لازم طبعا مع كل أولادنا اللي بيجيبوا إنجازات عالمية، تعرف يعني ايه بطولة عالم، دي حاجة مهمة جدا جدا، والسكواش بناتنا عملوا جيم كبير وفي تنافس مستقبلي كبير جدا. اكيد كنت موجود انا والسيد رئيس الاتحاد واعضاء مجلس ادارة، قابلنا الابطال لان عندهم كمان بعد اسبوعين بقى بطولات الفردية، بس دي حاجة مشرفة وان شاء الله مع وورا كل ولادنا اللي حققوا انجاز لبلدنا، لأن هما ده نموذج احنا عايزين منه كتير جدا. نور الشربيني ورنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر أربع لاعبات رفعنا رصيد المنتخب المصري إلى 4 ألقاب من البطولة، ليضيق الفارق بينه وبين إنجلترا صاحب 7 ألقاب. أكيد حاجة تشرف جامد جدا أن سيادة الوزير لسه ماسك وجاي يستقبلنا في المطار، على الرغم من أن الميعاد كان بدري جدا 5 الصبح، احنا كناش متوقعين الصراحة لما جالنا الخبر ان هو هيجي، بس دي حاجة تبسطنا جدا يعني ان هو جه. واحنا كسبنا البطولة دي كذا مرة قبل كده، بس ستيل احنا مش من التوب زي انجلترا او استراليا، فاحنا لسه عايزين نكمل ونكسبها 6-7-8 مرات. احنا لغاية دلوقتي كسبنا 4 مرات البطولة، والمنافسة كانت شديدة جدا ضد انجلترا بالذات في الفاينل، فهو انجاز كبير جدا واحنا مبسوطين اللي حققناه يعني. والله انا سعيدة جدا الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز باللقب المرة الرابعة. مبروك لمصر، بطولة اكيد مش سهلة وواجهتنا ظروف كتير، بس الحمد لله قدرنا ان احنا كفريق نقف مع بعض وان احنا الحمد لله نكسب كل المباريات تقريبا. مبسوطين جدا الحمد لله ان احنا قدرنا نفوز في النهاية على انجلترا، فريق قوي جدا. يمكن احنا ترتيبنا كمصريين اعلى منهم، بس احنا نتائجنا معاهم يعني كل لعيبة مننا مع كل واحدة منهم النتائج متقاربة جدا، فبرغم ان احنا ترتبنا اعلى منهم الا ان هي مباريات كلها صعبه جدا، بس الحمد لله قدرنا نكسب. التالق المصري في رياضه الاسكواش يستمر، وهذه المره على مستوى السيدات اللاتي اصبحنا يتربعن على عرش اللعبه بجداره، وفي المقدمه نور الشربيني. اكيد احنا مبسوطين جدا، البطوله دي تعمل كل سنتين، فهي مش تبقى زي اي بطوله، وبطوله الفرق بالذات بتبقى حاجه سبيشال اكتر يعني، فمبسوطه جدا ان احنا قدرنا ان احنا نكسبها السنه الرابعه وبالذات دي السنه الثانيه على التوالي. فاكيد البطوله ما كانتش سهله، كل الماتشات كانت صعبه، بس هفوت احيي كل الفريق لان هما تعبوا واجتهدوا وكل واحد كان بيعمل اقصى مجهود ان احنا كل ماتش بيديله اهميه. بعد التالق الكبير للمصريين في هذه اللعبه، اصبح الجميع يمني النفس في دخول هذا النوع من الرياضه ضمن الالعاب الاولمبيه، والتي حتما سيكون الرياضيون المصريون اسيادها. نظم الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية بطولة في البلاي ستيشن على مستوى الجمهورية، كاميرا تنس سبورت كانت موجودة هناك عشان تنقل لكم التفاصيل ديت، خليكم معنا. صناعة الألعاب الإلكترونية
مصطلح بات يفرض نفسه بقوة في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة بعد تعلق العديد من الشباب بهذه النوعية من الألعاب، خاصة ألعاب ما يعرف بالبلاي ستيشن والفيديو جيمز، وهو ما دفع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية لتبني العديد من الفعاليات، وبطولة إيموشن جيمينج كاب كانت شاهدة على ذلك. البطولة دي بتتميز إنها اتعملت في أكثر من محافظة، قضينا بيها فترة الصيف، النهاردة يوم الختامي، وزي ما احنا شايفين في أسماء كبيرة لعبت. البطولة التي شارك فيها مئات اللاعبين من 6 محافظات مختلفة شهدت منافسة كبيرة من اللاعبين للحصول على المراكز المتقدمة والوصول للمباريات النهائية، ولكن على كل لاعب تخطي مرحلة التصفيات قبل الوصول لتلك المرحلة، إلا أن القائمين على تنظيم المسابقة أكدوا أن الهدف منها لا يقتصر على فوز أحد اللاعبين فحسب. مصر فيها لعبة كتير مهمة جدا، وإحنا لازم نشارك في صناعة اوريدي بقت موجودة عالميا، أرقام ما ينفعش نتجاهلها أبدا. فإحنا يعني إن شاء الله بإذن الله عندنا بلانز كتيرة كده في دماغنا، إن إحنا نطور من الصناعة ونحطها على التراك ونبتدي بقى نوصل للناس كلها إنه لأ يا جماعة، البلاي ستيشن ده أو الجيمينج عامة، مش شرط بلاي ستيشن، لأن إحنا مش عايزين نحصر بكلمة بلاي ستيشن بس، إنه الجيمينج ده مش مجرد لعب تافه زي ما الناس فاكرة أو زي ما الأهلي فاكرة، لأ إحنا ممكن ده يبقى صناعة وممكن يبقى كارير في يوم من الأيام أز بروفيشنال بلاير، يعني زي أي حتة في العالم. البطولة تعد خطوة أولى للمشاركة في استحقاقات عالمية مقبلة، حيث يرى المنظمون أن هناك عدداً من المتسابقين يمكن تأهيلهم للمشاركة في مثل هذه الاستحقاقات، ومن ثم تغيير وجهة النظر في الألعاب الإلكترونية من مجرد أداة للترفيه إلى لعبة رياضية لها أبطالها، وهنا يتحول اللاعبون إلى محترفين. والله الحمد لله توفيق من ربنا، بعد كده يعني مهارتي اشتغلت على نفسي بدك في البطولات اللي فاتت، والحمد لله قدرت احقق المركز الاول. والله انا كنت الاول يعني بتوتر وكده، لكن دلوقتي بقيت الحمد لله اتعودت يعني على جو البطولات، بقيت اقدر امسك اللعب وامسك الكوره واقدر النفوس. المنظمون ايضا يعتبرون ان هذا النوع من الرياضه يمكن ان يصبح مصدرا لدعم الاقتصاد من خلال تنظيم بطولات عالمية يشارك فيها لاعبون من مختلف جنسيات العالم. موضوع على مستوى مصر أصلا كمان، يعني على المستوى الدخل القومي أصلا، موضوع ممكن يبقى مفيد جدا إن احنا نعمل حاجة اسمها سياحة الألعاب الإلكترونية، أو السياحة يعني مختصة بالجزء الألعاب الإلكترونية. صعب تعمل كأس عالم في مصر يجي فيه كل بلاد العالم، لكن سهل جدا تعمل بطولة دولية في البلاي ستيشن يجي فيها شباب وكبار وبنات من كل حتة في العالم. فالموضوع هو الموضوع نفسه مش يعني مش مجرد لعبة أو مش مجرد حدث، لا هو الموضوع يعني حاجة كبيرة جدا احنا نحاول نعملها. صناعة الألعاب الإلكترونية وجدت طريقا لها الآن للانطلاق في فضاء أرحب، لا سيما بعدما تحول ممارس اللعبة إلى لاعب محترف لا يقل أهمية عن محترف الرياضات الأخرى. سيبكم على عادة الأسبوع وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. We managed to get the equalising goal, but yeah, at the end it was very, very tough. Very, very tough. Mom called. Maman appelé.